أنا محمد سامي محمد دلابسة، طالب في جامعة بلد سكنية فلسطين، بدرس هندسة مدنية فرع مباني، حاصل على منحة من جمعية الأراضي المقدسة. بشكر هذه الجمعية على إعطائي المنحة لمواصلة التعليم، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي مصطفى نوفل، بتعلم جامعة بلد فلسطين، بدرس هندسة مدنية فرع مباني. طبعا بتقدم الشكر والتقدير لجمعية الخيرية للأرض المقدسة على دعم لي حتى وقت تعليمي، والشكر وتقدير. أنا اسمي حمزة أحمد حسن عبنان، طالب سنة ثانية في جامعة بوليتكنيك فلسطين، بدرس هندسة مدنية فرع هندسة مباني، وبشكر الجمعية الخيرية لمتحدة الأرض المقدسة اللي أعطتني هاي المنحة، وألف شكر لهم. أنا طالب علي محمد علي بربراوي من كلية الهندسة الميكانيكية في كيف تبريد، بحب أشكر الجمعية الخيرية لمتحدة الأراضي المقدسة اللي أعطتني هاي المنحة حتى أكمل دراستي. أنا طالب كامل إبراهيم كامل المصري من حبول، طالب سنة ثانية في جامعة بوليتكنيك فلسطين، بدرس هندسة مباني. أنا بحب أشكر الجمعية الخيرية المتحدة للأرض المقدسة اللي دعمتني وأعطتني هاي المنحة اللي تمكنت من خلالها أكمل دراستي في الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا طالب الوالدة أحمد حمد المسامي، كلية علوم تطبيقية تخصص فيزياء تطبيقية. بشكر الجمعية الخيرية المتحدة للأراضي المقدسة على المنحة اللي منحوني إياها، اللي بفضلها تمكنت إني مواصلة مسيرتي التعليمية، وجزاهم الله خيرا وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، شهادة شوكت النواجعة، تخصص متعدد الجرافيكس. بشكر الجمعية الخيرية المتحدة للأراضي المقدسة على هاي المنحة اللي استفدنا منها أكثر من مليون، شكرا لكم. أنا طالبة نداء محمد بن الخطوات، تخصص إدارة أعمال سنة رابعة. بشكر الجمعية الخيرية المتحدة للأراضي المقدسة لأنها أعطتني هاي المنحة. أنا طالبة وفاء سامي أبو عليا، بدرس هندسة اتصالات وإلكترونيات جامعة بوليتكنيك فلسطين سنة ثالثة. حبيت أشكر الجمعية الخيرية للأراضي المقدسة اللي أعطتني المنحة عشان أقدر أكمل دراستي. تمام.